صباح الخير وصباح الصحة والسلام عليكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. سعداء جدا استقبلوا معنا هذا الصباح الدكتور عبد الله مرتقي، طبيب متخصص في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر كيف ما كنا علنا عليها في الحلقة البارح. صباح الخير دكتور. صباح النور أخ عفاف، شكرا على الاستضافة. اهلا وسهلا وشكرا جزيلا لك لأنك دائما كتلبي دعوتنا صراحة وما كترددش في أنك تكون حاضر معنا وتفيد إن شاء الله كل المستمعين الكرام، فشكرا جزيلا لك دكتور. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو باش نتكلموا على واحد المشكل. ربما في الحلقات المفتوحه كنا كلمسوا دكتور مرتقي ومعاك تحديدا في الحلقات المفتوحه اللي كانت كتكون ضمن التخصص ديالك، كانوا كيجيو تساؤلات كثيره ديال المستمعين الكرام اللي كيسولوا على مشكل النشوفيه، مشكل النشوفيه عند الاطفال، عند الرضع، عند الناس البالغين. غنتكلموا في الحلقه ديال اليوم ان شاء الله على النشوفيه اللي هي كتكون عاديه، غادي نجاوبوا ايضا على تساؤلات ديال المستمعين الكرام بزاف اللي ربما كيتساءلوا بالنسبه للناس اللي اصلا عندهم البشرة ناشفة أو لا جافة في شهر رمضان الكريم، واش التأثير كيكون أكبر أو لا لا إلى الإنسان مثلا خذ القدر الكافي من الماء كيكون غدا الجسم دياله، شنو الخصوصية اللي كتكون عند هاد الناس. كنتكلم على ناس اللي عندهم مشكل نشوفية، وهنا كنتكلم على نشوفية يعني عادية فقط قيسة غير المشكل ديال البشرة أو لا الجلد. غادي نطرقوا أيضا علاش، لأنه اليوم غادي نقسموا إن شاء الله الحلقة ديالنا لجزئين، نتمنوا فقط غير الوقت أنه يحالفنا، فغادي نتكلموا في الجزء الثاني على الناس اللي عندهم نشوفية واصلة لحد المرض، يعني مشكل صحي لكي ياخذوا عليه علاجات، لكي ياخذوا عليه أدوية أيضا. يعني كنتكلموا على ناس مثلا اللي كينشفوا لهم العينين ديالهم، كينشف لهم الفم ديالهم لدرجة أن اللعاب ما كيبقاش عندهم، وبالتالي حتى المشكل ديال البلع وديال الأكل هادشي كله بالنسبة لهم ما كيكونش سهل نهائيا، كيكون عندهم مشاكل أخرى غادي نطرقوا لها من خلال حلقة اليوم. يعني فوقاش كنعتبروا النشوفية مسألة عادية ربما عندها غير علاقة ببعض السلوكيات، وفوقاش كنعتبروها مشكل او لا مرض كيخصو علاج. مرحبا بتواصلكم معنا مستمعينا الكرام، اي سؤال خاص بحلقه اليوم او بالموضوع ديال اليوم فدائما الارقام هي 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 88 00 60 61 او 62. في البدايه دكتور عبد الله مرتقي، اول حاجه طبيا اشنو المقصود بالنشوفيه؟ شنو كتقصدوا بها مثلا نتوما في المصطلح كأطباء، شنو كنعنيو بها؟ اذا بالنسبه النشوفية ديال الجلد، خصنا نعرفوا بان الجلد هو اكبر عضو في الجسم، جسم الانسان. نعم. إذن الجلد راه عنده واحد الوظائف كثيره، الجلد تيلعب واحد الدور في لا تيرمو ريغولاسيون، دونك الجلد تيلعب واحد الدور باش يحافظ على الحراره الداخليه ديال الجسم. الجلد عنده واحد الدور ديال الوقايه ديال لي سيغان، فيما تيخليش الميكروبات يدخلوا للجسم. اذا الداخل ديال الجسم، اذا الا كان عندنا واحد المشكل ديال النشوفيه ديال الجلد، تيكون ديجا الانسان بعدا تيحس براسو راه لابو ديالو ماشي يادين، تيدوز يدو ولا حتى في النظره تتبان بان لابو ديالو ناشفه. هذا المشكل ديال التجفف اشنو هو لا فيزيوباثولوجي ديالو، كيفاش نشرحه علميا؟ هذوك لي ليبيد اللي تيكونوا عندنا في الجلد، الدهنيات اللي تيكونوا بحال تيكون بحال لو سيما، هما اللي تيكونوا قابطين الماء، تيكونوا شادين الماء. اذا مني تيكون قابط الماء فاش ما تيخليش الماء يخرج باش يبقى هكاك ميدم. نعم. مني تيخرج وتيبقى مني تيخرج هذاك الماء تيوقع واحد المشكل في الاول، تيوقع مشكل في لي ليبيد، هذوك الدهنيات اللي تتكون تيكون فيهم واحد الخلل، يقدر يكون خلل يا اما خارجي، يقدر يكون خلل داخلي، يقدر خلل ديال التعامل هرموني، بزاف ديال العوامل نقدر نطرقوا لهم من بعد. تيوقع خلل في هذوك لي ليبيد، هذوك لي ليبيد الماء تيخرج ما تيبقاش في الجسم، وتيخرج هو اللي تيؤدي للتجفف، تيبدا الجلد تينشف. اييه. اذا خصنا نعرفوا بان هذوك لي ليبيد تتكون تسمى ان التيغاسيون ديال لا بارير كيتاني، واحد الخلل في هذاك الجلد الفوقاني اللي تيؤدي الى التجفف. هذوك لي ليبيد كاين عوامل كثيره اللي تقدر دير لنا هذه المشاكل، كاين فيها كيفاش الانسان تيتعامل مع الحياه اليوميه ديالو، كيفاش يتعامل مع الجسم ديالو، كيفاش تيغسل وباش تيغسل، واش تيبقى بزاف تحت الماء السخون، واش تيمشي للحمام يوميا، واش تلبس واحد الحوايج اللي مزيره عليه وتتكون تدير واحد ليغيتاسيون تتالتيرين هذاك لاكوش ليبيديك. كاين المشكل ديال الاكل، الانسان كيفاش تياكل، الماكولات ديالو، كاين المشكل ديال 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 الماء، واش الانسان تياخذ الكميه الكافيه ديال الماء ديالو، واش تيشرب الماء الكافيه، لانه ملي تيوقع واحد التجفف داخلي عندنا في الجسم، يعني الانسان ما تيكونش يشرب الماء، هذاك العضو الجسم ديالنا تيديسباتي باش تيفرق الماء على الاعضاء، دونك الكميه اللي تقدر توصل للجلد تكون ما تتوصلش ليه، تكون قليله ديال الماء. نعم. هو تيؤدي الى لان الجسم ديالنا سمح لي دكتور مرتقي كيرتب الاولويات، بالفعل كيشوف الاولويه. تمام. فالجلد ربما راه من اخر الاعضاء اللي كتستافد. تماما. نعم. وحتى الجلد
الجلد ملي تيكون عندنا تجفف داخلي في الاعضاء حتى ذاك الماء اللي تيكون عندنا هو تيمشي تيستافد منه الاعضاء الداخليه. أيه. ملي تيكون عندنا واحد التجفف ذاك الماء تتكون واحد لاكوش لاكوش سوبرفيسيال هذيك تتبدا تنشف من بعد الداخليه، من بعد ذاك الماء تيكون عندنا لداخل تيعقب يرجع للاعضاء الداخليه. خصنا نعرفوا بان الجسم بان الجلد بالفعل هو اخر العضو اللي تيستافد من الماء اللي تيديسباتش عندنا الجسم. اي غادي نتكلموا مازال ربما حتى على الناس اللي عندهم مشكل خلل هرموني ايضا، غنتكلموا على مزيد من السلوكيات اللي الانسان ربما كيديرها وكتزيد تعطيه نشوفيه في البشره ديالو ولا في الجلد وما كيردش ليها البال. مجموعه ديال النقط وديال النصائح ايضا غادي تكون حاضره معنا ان شاء الله في الحلقه ديال اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. مرحبا باتصالاتكم كيف العاده دائما من خلال الارقام الهاتفيه اللي هي رهن الاشاره، وغادي نمشيو ناخذوا معنا في اول مكالمه حليمه على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير لاله حليمه. السلام عليكم ابنتي. اهلا وسهلا لاله حليمه. كي داير اخت بنتي لاباس؟ الحمد لله مرحبا بك. لاباس عليه؟ لاباس خير الله يبارك فيك. الله يخليك اولدي. بغيت نسولك، عندي نشوفيه تتكون عندي في الحلق وتتكون عندي حتى في النيف دابا في العشيه، نيفي تتلصقوا عليا ما تنبقاش نقدر نتنفس، تتندير شي بوماده النيفي تدهنوا عاد شويه تيتحل ليا. وعينيا تا هما تينشفوا ليا، هذاك راه متبعاه من الطبيب. عندي واحد النشوفيه حاده تيدقوني بزاف، ما تنقدرش نحل عينيا كاع في العشيه. ما تاخذيش شي دواء على شي حاجه لاله حليمه؟ لا عندي دابا عاد التقاطر اللي كندير لعينيا والدواء ما عنديش. والطبيب شخص ليك علاش عندك هذيك النشوفيه في العيني؟ واش عندك هذاك؟ يمكن عام على السن وصافي. شحال السن ديالك؟ دابا عندي 65 سنه. وما عندكش الدفال في الفم ديالك؟ ما تيكونش عندك؟ لا ما تيكونش عندي بزاف. لا ما عنديش. واخا واخا لاله حليمه، خليك متابعنا لاله حليمه. ان شاء الله غادي نجاوبوا على السؤال ديالك وغادي نتكلموا ايضا على هذا الموضوع كيف ما قلنا في الجزء الثاني من الحلقه ديال اليوم، وهو النشوفيه اللي واصله لحد المرض. ربما لاله حليمه هي حاله من هذه الحالات. غادي نستقبلوا معنا هذه المره فاطمه على الخط من فقيه بن صالح. مرحبا بك فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أختي شكرا كثيرة. الحمد لله فاطمة مرحبا بك. مبروك عواشركم. علينا وعليك إن شاء الله. لاباس الله يبارك فيك. بغيت نسولك على، أنا تنعاني من هاد النشوفية بزاف خصوصا ملي تنمشي للحمام. أييه. ولا كاع تعطلت لي ولا دخلت الدوش وحكيت مزيان وتعطلت تنشف نحك على الأقل 3 أيام 4 أيام. نعم. تنبقى نحك لحمي كامل وشعري وكل شيء. نعم. تمشي للحمام بزاف؟ تمشي على الاقل 10 ايام من سيمانه لسيمانه. 10 ايام كتمشي كل اسبوع كل سيمانه. تتبقاي في السخون بزاف؟ تتبقاي في السخون بزاف؟ على الاقل جوج سوايع. جوج سوايع بزاف. نعم واخا لاله فاطمه. معايا شي حد هكا تنحك لي وداك الشيء تنتعطل وتنتعطل. اييه واخا خصني انا نجاوب. يجاوبك ان شاء الله دكتور عبد الله مرتقي. وشكرا جزيلا لك تواصلتي معنا لاله فاطمه من الفقيه بن صالح. هذه وحده من السلوكيات اللي كيديروها بزاف ديال الناس دكتور مرتقي. ربما بزاف ديال الناس دابا سمعوا المكالمه ديال فاطمه غيقول لك وساعتين كامله في الحمام شنو كدير فيها؟ فربما كاين ايضا، هي تكلمت على مساله ديال المسؤوليه، ربما كاينه جده اللي كتدي معها الحفيد ديالها لان الام الظروف ما سامحاش ليها. ربما كاينة أم أيضا اللي عندها وليدات ربما ثلاثة أربعة كتديهم معها الحمام، فإلا شفنا هذيك المدة اللي كتعطي لكل واحد فيهم باش كتغسل ليه وكتخرجوه وكتمشي للثاني كتغسل ليه وكتخرجوه، فكتلقى راسها في المجموع أنها ربما ساعتين أو أكثر وهي في الحمام مع ديك الحرارة، فبالتالي الجسم ديالها ربما كيتأثر. أي في الحمام دكتور مرتقي، لأنه صعيب تقول المغربي ولا مغربية ما تمشيش للحمام، ما يمكنش، هو داخل في هويتنا المغربية وفي عاداتنا المغربية، لكن على الأقل شنو الاحتياطات وشنو خصنا نديرو مثلا في الحمام أو لا قبل ما نمشيو للحمام أو لا من بعد ما نخرجوا من الحمام؟ لا تقدر تمشي للحمام ولكن ما تقلش في السخون، ما تقلش في هذاك. أول حاجة خلينا نتكلموا على المسألة ديال كل سيمانة، واش هي صحية ولا لا؟ باش كتنصح دكتور مرتقي الإنسان شحال على شحال يمشي للحمام؟ بالنسبة اللي عندها لابو ساش تتمشي للحمام وتيسخن وتيمشي لها لابو، احنا راه تنقولوا تمنعوا عليها الحمام، تجي لا كونسلتاسيون وتمشي لحد دوش. أييه. دوش با دوش كل نهار ما كاين حتى مشكل، بالماء دافي معتدل ما كاين حتى مشكل، تمشي للحمام ولكن ما تقلقش في السخون، ما تمشيش في السخون، السخون بزاف ما تبقاش فيه، تختار بعض الاوقات معينه ديال الحمام في الصباح بكري ولا تقلقش بارد. بالفعل بالفعل ما تقلقش في ذاك الطبق الدخلانيه اللي تكون تكون فيها طيبه بزاف، نعم فيها لافابور. ما تستعملش لي ديتيرجون باش ما ديتيريوريش، تزيد ديتيريوري هذوك لي ليبيد ديالها لا باريير، يعني ما تاك لا تنوقفوا عندها، يعني قصدتي مثلا الصابون البلدي، الحنه مع الحامض، الداد مثلا، يعني الاعشاب اللي كتزيد تنشف، تزيد تنشف لابو ديالها. تستعمل واحد لي جيل تغسل بهم، يكون واحد لي جيل سيغ غرا اللي سيغدي البشره، ميدم اللي غدي البشره ديالها. وتحاول مني تخرج مني تسالي تحاول دير لك خيم مرطيبات اللي يكونوا غيش
لي غيش ديال لابون يا شفا، يعني غير تخرج من الحمام تدهن بالفعل تنشف ودير دير الكريم ديالو يكون فيهم سيراميد 3 ولا سيد غليكوليك ويكون فيهم يكونوا غيش لي زاسيد غرا اسونسييل باش يعاود يعوضوا داكشي اللي مشى ليها من في الحمام مع السخونيه. نعم، وحنا كنتكلموا على هذه المساله ديال الحمام ايضا، بعض المرات كنشوفوا من ضمن السلوكيات اللي حاضره دكتور عبد الله مرتقي وهما رد اللي كيمشيو للحمام، يعني كيدوهم الامهات ديالهم او الجدات ديالهم، كنتكلموا ربما على 6 شهور على 7 شهور، ربما يقدر يكون اقل من ذلك. نعم الرد على ما كيمشيو للحمام شنو التاثير اللي كيكون؟ شوف حنا بالنسبه ما كاينش شي طبيب اخصائي في امراض الجلد راه ينصحش الرد شي واحد يقول يمشي للحمام الدري الصغير، هذا خطا. نعم الحمام من اي سن نقدروا نديوهم؟ بالفعل لان الحمام هذاك السخون راه فيه ميكروبات. ايه شوف شوف غير كيفاش الانسان كيفاش العاده كيفاش الانسان تيعوم كيفاش تيغسل كيفاش الحيط وداك الشيء في الميكرو من هذه خطا فادح تفادي الاطفال انهم يمشيو للحمام تيرضع مازال المناعه ما عندوش مازال لاكوش ليبيديك ديالو ما تكوناتش مازال بزاف مع لابو ديالو ني با ماتور، هذا خطا فادح باش اللي راه تكرفس عليه بعد بن السيده راه عندها راه تداويه ولكن هي راه تتكرفس عليه، راه تيجي عندنا حالات تنشوفوا هو راه عنده ليكزيما عنده لا ديرماتيت اتوبيك وراه رضع كما سالتي الاخت عفاف وتيمشي مع مو تيبقى ساعتين هو في الحمام. اذا هذه اخطاء يجب الانسان خصو اللي تيسمعونا يجب تفادي هذه العادات لانها غير صالحه لا ماشي صالح لذاك البيبي تماما. نعم اذا كانت لابو ماتيور ديالو غتولي على عامين راه غيمشي واحد 16 17 عام باش ترجع ليه لابو تولي عنده عاديه. راه واحد لا سوفرونس يبقى يسوفري لان ديك لاكوش ليبيديك راه في الاول تتكون ناقصه ولكن تتكون مع الوقت تتغادي وتكون. أيه. الا حافظ عليه الانسان بهذه العادات اول ما يعوموش بزاف ما يديرش لي ديتيرجون يشرب الماء ايدراتي وداك الشيء واحد عامين ثلاثه تترجع لابو عادي تبدا تيدم. أيه. بقى تيدي الحمام كل نهار ويدير ليه الماء السخون راه تيتعطل وتبقى تيبقى يسوفري هذاك لونفون. ابتداء من اي سن ممكن تدي وليداتنا للحمام تقريبا مثلا؟ حنا شوف الانسان اللي عنده مرض جلدي عنده. أيه. مرض جلدي عنده لاكزيروز كوتاني وعنده مرض جلدي عنده مشكل عنده ليكزيما عنده هذاك حنا راه ما تنصحوش الحمام يمشي ليه مثلا ما يمشيش الحمام العمر ديالو المكان السن ديالو ولا باغتيغ دو 6 اور بغى يمشي مره في الشهر مع العائله ديالو يعني ما كاين حتى مشكل تكونت. نعم نستقبل معنا هذه المره ام وهيب على الخط من الداخله. مرحبا بك ام وهيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك الداخله. الحمد لله. مرحبا ام وهيب. الله يشرف مرة ثانية ندوي معك. والشرف لينا أم وهيب. أهلا وسهلا مرحبا بك. دايرة لاباس عليك؟ الحمد لله مرحبا. الله يجازيك بخير. بغيت نطرح واحد السؤال. أييه. عندي رجلية هي كيناشفين وبين الصبعان ديال رجلين. ناشفين ليا وكيخماجوا ليا. نعم. كيمشي بيوضية أختي فيمشي بيوضية. فيهم بيوضية بزاف. وعندي قدامي حتى هما ناشفين لدرجة هما مفرتقين كاع. كيتشقوا. أيه. كيتشقوا ليا وما خليت باش ما دهنت وما خليت ما درت لهم يدهن. نعم. النتيجه. واخا نعم واخا ان شاء الله. تتحكي تيحكوك ياك؟ هذوك رجليا من صباعي كنبغي نحكهم ولكن ما كنحكهم ملي كنحكهم كيتزاد الالم. واخا اختي انا نجو. ورجليا ناشفين. نعم واخا ام وهيب. نعم. وممكن نطيح واحد السؤال واخا خرج على الموضوع ديما طونسوني ما كيشكش ليا. واخا بالنسبه للبشره ديالي ياك انا ما كندير لها حتى حاجه ياك. وحيت انا دايره النقاب وكنتغطى وجهي زعما صافي وكلشي ولكن ملي كندير غير شي بوماده كيعرق ليا بزاف. واخا الا ممكن شي حل الله يجازيكم بخير. واخا ياك ما غاديش نخرج عليه حيت ما كنعتانيش به نهائيا ولكن وجهي صافي ما كندير حتى حاجه. نعم واخا ام وهيب واخا الله يجازيك بخير. العفو العفو شكرا لك ام وهيب تواصلتي معنا. بالنسبه نشوف هي الاخت عفاف تقدر تصيب جميع الاعضاء في جميع المناطق في الجسم ولكن كاين واحد المناطق اللي تنشوفوها بزاف هما اليدين والرجلين والوجه هما اللي تنشوفو بزاف. وكاين غير اللي تيجي الجسم كله يقدر يتصاب بالبنشوفيه اذا ولكن المناطق اللي تنشوفو بزاف كاين اليدين وكاين الرجلين كاين مشاط الاخت القدام وكاين الوجه هما المناطق في الجسم اللي تنشوفو بزاف تينشفو. بالنسبه للاخت ام وهيب من الداخله ديجا قالت لك رجليها تيتقشروا وعندها البيوضيه دونك غيكون غالبا احنا عندنا الشامبينيون فطريات دونك خصها ضروري تداوي هذاك الشامبينيون ديالها. بالنسبه للقدام اللي تيكونوا مشقين في الوسط وداك الشيء كاين من 17 خص الانسان يلبس ما يحاولش يلبس هذوك اللي تيكونوا محلولين خاصه اللي عنده الوزن الزائد ما تيكونوا محلول تيكونوا الصباط دوك الصنداله تيكونوا محلولين هكذا تيخص يلبس شي حاجه اللي تجمع ليه القدام ديالو خاص القدم يكون مجموع يكون مجموع. نعم. وما ديرش الماء السخون بزاف رجليها وخاصها دير واحد لاكريم ديال الرجل خاصه راه مكتوب فيها الفيسور دو طالون لي فيسور دو طالون راه تيتسدو. بالنسبه لليدين اللي تكون عندنا تينشفوا بزاف يجب هنا الاحتياط ياك ما كاين تدير شي برودوي ولا شي ماده تدير لها الكزيما وتتخلي لابو ديالها تتنشف.
نعم، إذا سمحتي غادي نمشيو هاد المرة نتواصلوا مع مريم على الخط. فقط بغيت نقول الأول متصلة كانت معنا اللي كنظن أنها فاطمة. لالا فاطمة راه ما نسيناش السؤال ديالك، غادي نخليه غير في الجزء الثاني باش غادي نتكلموا على نشوفية اللي هي واصلة لحد المرض وهي الحالة اللي عندك. غير خليك متابعنا إن شاء الله وغادي تسمعي الجواب على سؤالك. ناخذوا مريم هاد المرة على الخط من مدينة الرباط. ناخذوا مريم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله مريم. رمضان مبارك لله عفاف. علينا وعليك مريم، أهلا وسهلا. الله يسلمك. السلام عليكم دكتور. سلام، رمضان مبارك. سلام لينا وعليك لالا مريم. الله يخليك سيدي. انا عندي المشكل بحال دوك العيالات اللي هضروا قبل مني. نشوفيه، انا كنعاني من شوفيه في فمي وفي عينيا، وكنوقف ما كنقدرش نهضر، كنقدر نهضر في لساني من بعد ما كتمشي تجيني ديك المشوفيه. ومشيت للطبيب العينين وصافني عند الطبيب الباطني، دار ليا البيلون، خرج ليا الروماتيزم في الدم، قال لي هذا الروماتيزم وفمي تينشف. عاود صافتني داك الطبيب ديال الباطني، صافتني عند الطبيب ديال النشوفيه ديال الفم والحنجره، ودار ليا البيوبسي. ايوا، وعطاني شي دواء. داك الشيء البيوبسي اش خرجت فيها؟ شنو اش قال لك؟ ما قاليش، ما شرح ليش، عطاني غير شي واحد الرشاشه وهذا واخا، ولكن ما بان ليا حتى شي حاجه. وباقي حد الان تنعاني. والمشكله الاستاذ دابا الدكتور هضرتي على الحمام، انا ما نقدرش نغسل في الدار. الا قاسني غير البرد تنموت، تنمرض. الا غسلت غير في الدار يا الاستاذ تنشد السيمانه هذا الفراش. وكاملين بحال دابا انا كنهضر معاك، لساني كينشف، تنوقف، تنقطع الهضره. المشكل ما عرفت واش فازلين يدي. الله يجازيك بخير مزيان ليدين، لان عندي يدي قاصحين ولساني ناشف وعينيا. وواحد السؤال الاستاذ، ملي كندير شي حاجه حلوه في فمي بحال مثلا شي زبيب ولا شي حاجه، تتمشي لي ديك النشوفيه بالمره؟ كنهضر نورمال. واه. وفي الروماتيزم، شنو عندك الروماتيزم؟ قال لك الطبيب ديال قال لي عندك، ما عندكش روماتيزم خايب، ولكن عندك الروماتيزم هو اللي مشف لك داتك، لان يدي صبعاني قاصحين، عيني ناشفين، لساني تنوقف ما كنقدرش نهضر. وما تناكلش بلا الماء، ما يمكنش ناكل الماكله بلا الماء ولا بلا الحليب ولا واخا. يعني خديت الاستاذ الدواء لمده سنتين ومازال حد الان تنتبع الدواء، ولكن تاخذي الدواء عن طريق الفم، الكورتيكويد عن طريق الفم. طالية عطاني الدواء ديال الروماتيزم، وعطاني ويعني وقال لي ها شنو زعما تبعت، كنتبع داك الشيء في ديك الوقيته. انا شويه منين قطع داك الشيء الاستاذ تنوقف الهضره، لساني تيموت بحال اللي عندي الحجر في لساني، كيولي حجره. والرمله في عينيك، بحال عندك رمله في عينيك. هذيك ترى هذيك عايشه بداك الجيل وداك اللي قلت لي كندير، ما يمكنش نتخلى عليهم. وحتى الطبيب من عليا بحال مثلا التلفزيون، داك التليفون، يعني تنعيش واحد الحاله. والله يجازيك بخير الاستاذ الدكتور الا كان شي حاجه اخرى. الله يرحم الوالدين. شوف مريم، بغيت غير نسولك بحال دابا مثلا الحمام، حتى في الصيف عندك هذا المشكل؟ مثلا دابا الجو معاون يقدر يغسل في الدار؟ لا، الليله غسلت في الدار، قولي ركابية. وقلتها للطبيب ملي مشيت عنده ديال الروماتيزم، قلت لها شنو؟ قال لي سيري للحمام وبقاي في البلاصه دافيه. حتى البلاصه دافيه الخرانيه كاع فين كنغسلوا العيالات، هذيك اللي غسلت كيحرقوني كتافي وداك الشيء. كنعيش واحد المشكل، ما شنقول لك، لا حول لي ولا قوه. واخا سمحي، وانت لحمك ما ناشفش؟ الجلد ديالك ناشف ولا ماشي ناشف؟ الجلد لا، ذاتي ما ناشفش، لان عندي النشوفيه عندي غير في الفم وفي العينين وفي الديل مع يدي. وفي هذه الحاله شوف، تقدري تمشي للحمام ولكن ما تعطليش فيه بزاف، لما اللحم ديالك ماشي ناشف، غير المده تكون قصيره. المده تكون قصيره. نعم، تفضل دكتور. ولكن مرسان. المشكل ديال الاخت مريم بحال حليمه عندها المشكل ديال لو سيندروم سيك. اذا هو بحال المشكل ديال حليمه غادي نتكلموا عليه ان شاء الله بعد ما غادي نتوقفوا مع فاصل قصير. وراجعين دائما معكم في برنامجكم صحه وسلامه على ميد غاديو. دائما على ميد غاديو برنامجكم صحه وسلامه، اليوم مع الدكتور عبد الله مرتقي، طبيب متخصص في الامراض الجلديه الشعر والاظافر. وحنا كنتكلموا على المشكل ديال النشوفيه اللي كتكون على مستوى الجلد، وايضا تقدر تكون حتى في مناطق اخرى. غادي قبل ما نجاوب على السؤال ديال لاله حليمه وايضا لمريم اللي عاد تواصلت معنا، ناخذ معنا السعدي على الخط من مدينه طنجه، لانه كاين اتصالات كثيره ونتمنوا ان شاء الله ناخذ كل الاتصالات باش كل شيء يبقى على خاطره. السعديه من طنجه، اهلا وسهلا، مرحبا بك معنا. بارك الله فيك لاله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم دكتوره. وشك مبروكه. علينا وعليك. علينا وعليك. الله يخليك. عندي ثلاثه الاسئله الا جات على خاطركم. كلها في الموضوع ولا خارج الموضوع؟ لا في الموضوع. وكاين شي اسئله خارجين الموضوع. ولكن الله يخليك، انا عندي البنت كانت عندها البشره دونيه ودابا ولات عندها ناشفه بالمره. اي شحال في عمرها؟ عندها 28. 28 عام. ايه. وعندها الغده الدرقيه. ايه. عندها الغده الدرقيه لدرجه الشعر نتاعها ولا كيطيح. نعم نعم.
شعرها كيطيح ليها. كان مخرج له الطبيب واحد الفانيد وهذاك الفانيد ما بقاش هنا مفهم، ما كاينش في الصيدليه، تقطعوه وبدل ليها فانيد اخر. وهذا الفانيد ملي بدات كتشربه طاح لها الشعر لدرجه الشعر ولا بحال منزله، راه كتبقى صايبه يدك كيتحيد. سمحي لي اختي، عندها الغده الدرقي واش تخدم بزاف ولا عيات ما تخدمش؟ لا عندها طلعت الهرمونات. تخدم تشتغل بزاف؟ تشتغل بزاف الغده الدرقيه؟ نعم سيدي. لا انت شوفي غير سمحي لي لاله سعديه، التحليله واش كتكلمي على التحليله هي اللي الهرمونات ديالها طالعين؟ التحليله الهرمونات طالعين، ولكن دابا في الاواخر. نعم نعم لاله. نعم اييه في الاواخر. في الاواخر دارت التحليله هبطت لها ب 15. نعم. ودابا المشكل هو عندها في الشعر كيطيح لها، ما بقاش كتمشطط حتى مشطه، غير بيديها كينزل. واخ واخ اختي. واخ. وشكرا. العفو العفو. شكرا لك لاله سعديه. الله يخطيكم لاله، الله يخطيكم. العفو. هي تكلمت على التحليلات في التحليله انهم طالعين. تيساج. نعم. اذا ملي تيكون عندنا واحد السيده مثلا تيكون عندها البشره دهنيه وبعد نشفات تتقلب كتولي ناشفه، هنا يجي واحد الاختيار، خصنا نديروا واحد التحاليل ديال الدم بيناتهم ايفيكتيفمون، تنديروا الغده الدرقيه، تنديروا التحاليل ديال الهرمونات، تنديروا التحاليل ديال الغده الكظريه باش نتاكدوا باش نحيدوا واحد المشكل داخلي اللي دار هذا النقي بين بدلات هذه البشره هذه. اذا لانه السيده عندها بشره دهنيه ومن بعد ولات البشره ناشفه، وتنشوف اون شيرش اوسي تنقلبوا على تكون اشياء اخرى اسوسي، مثلا شعر تيطيح، مثلا ظفار ما تيتزادش، مثلا شفاره تيطيحوا. هنا ملي تيكون عندنا واحد سكون ابيل دي سين دابير، واحد العلامات اخرى، الطبيب مضطر انه يدير واحد التحاليل ديال الدم باش نشوفوا ليكون واحد المشكل عضوي اللي تيؤدي لهاد المشاكل هاد. بالنسبه للاخت دابا خصها ضروري، لان جاتني انا 15 لا تيساج 15 مازال طالعه. تيساج لا كانت 15 مازال خصها تزيد تشوف مع الطبيب ديالها باش يقاد ليها يزيدها في هذاك الدواء. باش تقاد ليها الغده ديالها. وخصها بالنسبه لتساقط الشعر ستزيد او دير تحاليل اخرى اللي تكون شي حاجه اسوسي، شي مرض اخرى اوتو ايمين معها اسوسي، نشوف واش عندها مشكل ديال الفقر الدم، واش عندها الفيتامين دي ناقص، دير واحد التحاليل اخرى معمقه، نشوف واحد المشكل ديال تساقط الشعر اللي ولا عندها. البشره اللي ولات ناشفه غتقاد لا تيساج ديالها وتحاول دير لو تريتمون ايدغاتون ديالها وراه ترجع عندها البشره عاديه. نعم. غادي نمشيو مباشره ونتكلموا على الناس الحاله ديال لاله حليمه، مريم ايضا اللي كانت تواصلت معنا، دكتور عبد الله مرتقي، اللي هما واصلين لحد المشكل اللي هو صحي خاص بنشوفيه، باش كننصحوا هاد الناس؟ لا بالنسبه للاخت مريم ولا عندها واحد الاستاد افونسي ديال هذاك لو سيندروم سيك اللي ولات متلازمه جوغران، لو سيندروم جوغران، لان دابا ولات تدوز ما تقدر تصرط حتى تدوز بالماء. اذا يعني صار الكلام ما كتقدرش تهضر، عينها فيهم في الدموع، دارت لا بيوبسي، راه في غالب الاحيان غيكون جا هذاك التشخيص. هنا راه كاين ادويه، تشوف مع الطبيب ديال هذه الامراض الباطنيه باش تاخذ ادويه عن طريق الفم. أيه. هنا خاصها علاج داخلي، علاج داخلي، واخا تشرب الماء واخا دير الكريمات، لا راه ما كاينش، خاصها تاخذ الدواء ديالها عن طريق الفم، لانه عندها ان سندروم سيكس، مرض اوتو ايمين، حتى هو اللي تيكون اسوسي سواء بوحدو ولا تيكون هي، راه ديجا الطبيب قال لها عندك البروده، دونك راه يكون عندها شي مرض اخر تيكون اسوسي ليه. كاين لو سندروم سيكس سواء تيكون اسونسيال، يعني ما تلقاوش، ولا بريميتيف ما كاينش سيكوز عنده. أيوة. ولا تيكون اسوسيال ان اوتر مالادي انترن. نعم. من بينها الروماتيزم وامراض اخرى شتى. كاين لي كورتيكويد، كاين دابا لي زيمينو سيبريسور، كاين ادويه اخرى، تحاول ما امكن تتبع مع الطبيب ديال هذه الامراض الباطنيه باش يقاد ليها لا دوز باش ما يبقاش يتاغرافا لها لو سيندروم سيك. نعم. اجي نتكلموا دكتور مرتقي على واحد المساله اللي هي مهمه بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم النشوفيه والكميه ديال الماء. ربما بزاف ديال الناس مثلا وراه يلاحظوا الناس يعملوا غير اختبار الوقت اللي كيوجدوا في الموعد ديال الافطار الطبله كامله، كتلقى بزاف ديال الناس نساو الماء. لا. الماء كنلقاو بعض المرات ما حاضرش في الطبله دي. حتى كيتفكروا بزاف ديال الناس، انا كنتكلم على ناس، كاين الناس اللي عندهم هذه العاده الصحيه والماء ربما اول حاجه كتحط فوق الطبله، وكاين الناس اللي كينساوه تماما، وربما دابا حتى المده مثلا من الموعد ديال الافطار للموعد ديال اذان الفجر راه مده اللي هي ماشي طويله. فهنا مثلا الناس باش كننصحوهم، خصوصا الناس اللي اصلا كيعانيوا من النشوفيه على مستوى البشره اولا الجلد ديالهم. لا وخصنا نعرفوا بان تكون عندنا ان ديزيدغاتاسيون، راه لا بو تا هي الي افيكتي، تا هي تيوقع عليها مشكل، لان داك لو فلو داك الكميه ديال الماء اللي تيديسباتشي للجسم. أيه. العضو على الاعضاء الا كان ديزيدغاتي الكميه تا هي تتنقص ديال الماء اللي ستوصل للجلد، من تؤدي الى التجفف ديال الجلد. اذا الانسان يشرب الكميه ديالو ديال الماء. نعم. بانصدام فهذيك المده من الفطور حتى للسحور يحاول ما امكن يشرب واحد الكميه كافيه ديال الماء ديالو باش ما يوقعش ليه واحد التجفف. نعم. باش
الكميه اللي كانت تتوصل للجسم لابو تبقى ديما توصل باش لابو الجلد يدير الوظيفه ديالو تماما بحال في الايام ديال الفطر. ورشح لنا مره من خلال برنامج الصحه والسلامه كنا تكلمنا مع المستمعين الكرام على انه ما كاينش شرب جوج ايترو ايترو ونص ثلاثه ايترو، قلنا على انه الكميه ديال الماء اللي كنحتاجو على حساب الوزن ديالنا. ومشكور الاخصائي في التغذيه الاستاذ محمد احليمي، راه كان عطى التقنيه ديال كيفاش كنعرفوا الماء او العدد ديال الكيسان ديال الماء اللي كنحتاجوهم على حساب الوزن ديالنا، لانه انسان في الوزن ديالو 100 كيلو ولا 90 كيلو ماشي هي الكميه اللي غادي يحتاج انسان في الوزن ديالو 60 كيلو او 65 كيلو، فالوزن ديالنا هو اللي كيحكم شحال الكميه اللي كنحتاجو ديال الماء خلال المده او الفتره كامله. نتكلموا دكتور مرتقي، قلتي على انه الجلد ربما العضو اللي كيدير تضحيه نوعا ما، فالاولويه كتكون الاعضاء الداخليه والكميه ديال الماء اللي كيحتاجوها، والجلد هو اخر واحد كيستافد. طيب في حال انه الانسان ما خداش هذه الكميه، يعني خدا الكميه اللي غادا تفيد الاعضاء الداخليه فقط والجلد ما استافدش، شنو كيوقع؟ شنو الاعراض والعلامات اللي كتبان بالنسبه للناس اللي عندهم النشوفيه؟ الا كانوا مازال بعض الاعضاء اخرى الماء ديالهم، حتى الماء اللي في الجلد ديالنا تيمشي للاعضاء الداخليه. نعم. مما تؤدي الى تجفف الجلد، يعني حتى داك السطوك اللي كاين حتى هو كيمشي تيستافد من الاعضاء الداخليه. نعم. دونك تيبدا لابو الجلد ما غاديش الوظيفه ديالو كامله، يقدر يكون واحد التشققات، يقدر يوقع يدخل الميكروب، يقدر يوقع الجسم راه يحس ما يحس براسو في لابو ديالو راه مرتاح. اذا خص ضروري الجلد حتى هو يكون ايدغاتي، ما تبقاش لي ديزيدغاتاسيون. نعم، ربما بزاف ديال الاخصائيين كيشبهوها بالارض، كيقول لك شوف الجلد ولا البشره تماما بحال الارض اللي كتشوف وكتشقق. نعم، نمشيو هاد المره في مكالماتنا الهاتفيه دائما وتواصلنا مع المستمعين الكرام. ناخذ احمد على الخط معنا من وجده. سي احمد مرحبا بك. الو، السلام عليكم الاخت عفاف. وعليكم السلام ورحمه الله. يعطيكم تحيه للدكتور المتقي. شكرا سي احمد. الله يخليك. واحد السؤال لنادي سيس 8 شهور ولا عام هنا كنحك في الجلد ديالي. نعم. لما نحك تخرج واحد الحبيبات عمر. أيه. وعاود لما نتصلوا مع البومادا بلا ما نسميها دي برولين زيرو سانك كتمشي ولك عاود يدي جهه اخرى. عاود المهم درت التحاليل كلها درتها، يعني جميع الدكاتره الجلد هنا اللي عندنا بعدا في وجده حتى حاجه ما تصرفت، الكنينه شربتها البومادا ادويه والو. واش شي تحاليل خصني، واش ال دي اش على هي اللي ما درتهاش، واش هي اللي خصني نديرها؟ ونسول الدكتور. ال دي اش تضحك بالليل؟ اه تضحك في حكه بالليل، تجيك بالليل انت تكون في الفراش منسخ بالليل وقت ما يكون في الفراش. اه ضروري ضروري دير ال دي اش يا دكتور، والله القسم كنقطع الحديقه. ضروري دير ال دي اش ضروري لكن كانت عندك ضروري دير لاكتيكو ديزيدروجيناز، ضروري ديرها في لاكتيكو تجيك حكه متى تسخن، ضروري ديرها بالليل. شحال السن ديالك؟ السن ديالي داخل في 80. داخل 80، من الاحسن ديرها سي احمد. داكور، من الاحسن ديرها ال دي اش. ضروري ديرها، غيكون طلبها لك الطبيب. نعم، ما عطاوهانيش كاع. ما عطاهاش لك الطبيب. لا ضروري دير الانسان متى يكون حك هو سخون، يا متى يسخن في الفراش نحيدوا اللي سكي انفيكسيو، ولكن متى يكون لاج 50 الفوق ولا بلا 50 دونك كيما كيلكو لو سوا لاج تنديروا ال دي اش، لان تيكون واحد المالادي اللمفاويه اللي تتعطينا هذه الحكه وهذه الحبوب، تكون خاصه الانسان في الفراش يبدا يحك. ما عندوش سيستيماتيكمون تنديروا ال دي اش. ما عندوش النشوفيه دكتور مرتقي. لا اي، ناخذوا معنا هذه المره فاطمه الزهراء على الخط من مدينه فاس. مرحبا بك فاطمه الزهراء. الو، تفضلي فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء. نعم، شوف فاطمه الزهراء، الا ما بعتيش على الصداع غدا نعتذر منك، لانه ما يمكنش كنتخيل شنو كيوقع في الاذان ديال المستمعين الكرام. شوف فاطمه الزهراء، حاولي انك تبعدي على الصداع عاد ديك الساعه تكلمي معنا، لانه ما يمكنش ناخذوك حتى ما غاديينش نسمعوك نهائيا. شوف سعيده، حاولي مع فاطمه الزهراء وسمعيها انت، الا بان لك باللي راه مزيان ممكن ناخذوها نتواصلوا معها، والا فراه ما يمكنش. غادي نتواصلوا مع المستمعين الكرام دائما، والارقام هي 05 22 46 72 51 او 52 او 05 22 88 00 61 او 62. طيب تفاديا للمشكل ديال النشوفيه دكتور مرتقي، وانا اول حاجه حتى بغيت نسولك عليها في هذا الجزء هذا في هذا المحور، الجينات شنو الدور اللي كيلعبوا؟
بعض المرات كيقول لك الانسان انا الام ديالي البشره ميدمه والاخت ديالي البشره ميدمه وكذا، كاين اللي لا كيقول لك انا ولدي ديال البشره ديالو ميدمه وانا بشره ناشفه لدرجه انها حاده في النشوفيه. بالفعل كاين كاين الفاكتور كما شرنا ليه في الاول ديال لا ديزيدغات يعني لابو ناشفه. أيه. كاين عوامل خارجيه هي قلنا كيفاش الجسم تيتعامل مع كيفاش الشخص يتعامل مع لابو ديالو. نعم. واش تيغسل بزاف، واش تيهيدراتي، واش تيدير لي برودوي سكيلفو. كاين مشكل ديال الهرمونات اللي شرنا ليه، كاين لي مالادي ميتابوليك يعني الامراض الداخليه مثلا الناس اللي عنده لو ديابيت ولا عنده لانسيفيزونس رينال ولا عنده لا تيرويد، هادو تيكون عندهم هذا المشكل ديال الشوفيه ديال الجل. نعم. كاين البروبليم هرمونال مثلا المراه الحامل تتكون تتحمل لابو تتنشف لان كاين بيرتيرباسيون في الاستروجين تيكون مشكل. كاين وكاين العوامل ديال كاين العوامل ديال الوراثه بالفعل. كاين العوامل ديال الوراثه، كاين بعض الاشخاص اللي عندهم لابو 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 ناشفه واخا واخا الوالدين ديالهم يدمين، تلقى جدو ولا جد جدو راه كان عنده هذا المشكل. سي با اون مالادي اوتوزوميك دومينونت، ماشي راه الوالدين ديالك عندهم لابو ناشفه انت غتكون عندك ناشفه، زين تكون عنده في الجينات راه كما شرنا لها شحال مره في هاد لا فيزيوباثولوجي ديال الكاريوتيب ديال الجين، راه كاين الاكس والايكغيك ولا الاكس اكس، خص فريمون يتلاقى واحد ثلاثه ديال لي كخوا باش يعطيونا هاد النشوفيه ديال الجلد. وكاين اسمح لي الاخت، وكاين لا مالادي واحد لي مالادي واحد لي مالادي اللي تتسمى لاكزيروس كوتاني. لاكزيروس كوتاني وهو من الاول ديالو الانسان ما عندوش واحد لاكوش ليبيديك ما كايناش، زاد هكاك زاد هكاك هو تكون عندك لابو ناشفه، مرض ما يسمى مرض السماك ولا الامراض ديال هادو السين مالادي بحال قشور ديال الحوت. بحال قشور ديال الحوت هادو ناس اللي عندهم السين مالادي ايريديتير وراثيه اللي ما تتكونش عندهم واحد لاكوش ليبيديك ابسونت كاع اللي تتشد الماء ما كايناش ديتو، ماشي غير لي ليبيد اللي ناقصين ولكن تتكون ابسونت. هنا كاين عندهم واحد التحاليل وكاين واحد الادويه اللي تياخذوا عن طريق الفم. أيه. اللي تنعطيوها ونشيروا لي ايضا كاين بعض الادويه اللي تتنشف الجلد مثلا بحال الناس اللي عندهم لا طونسيون تياخذوا واحد التيب ديال طونسيون لي ديوريتيك هذوك تما تينشفوا 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 البشره. أيه. كاين بعض لي زونتيبيوتيك تما تينشفوا البشره. اذا الانسان اللي عنده البشره ناشفه يحاول ما امكن يحاول اول يتعامل معها بذكاء. أيه. ويشوف يا ما كاين شي سبب خارجي ولا داخلي تينشف لي البشره. نعم. طيب تكلمتي قبيله دكتور مرتقي على النشوفيه ملي كتكون في اليدين شنو خصنا نديرو، ملي كتكون في الرجلين يعني الناس اللي كيوصلوا حتى للدرجه ديال التشققات على مستوى القدمين شنو خصهم يديروا، نمشيو للنشوفيه اللي كتكون على مستوى الوجه وربما هذه كتهم بزاف ديال النساء اللي كيسمعونا دكتور مرتقي وكيعانيوا من مشكل ديال النشوفيه. كاين علامات والاعراض كتقدر تشوف السيده في وجهها كيبان لك القشور بحال القشره عندها، كتبان لك ان البشره ديالها ناشفه بزاف، كاين احساس مثلا كتقول لك السيده راه كنحس بالبشره ديالي بحالها مجبده من كثرة النشوفيه. نعم. كيفاش كنتعاملوا مع النشوفيه اللي كتكون في الوجه؟ اذا من يكون عندنا الوجه تيجي عندك السيده تتكونسلتي تشوف تلقى عندنا البشره ناشفه ديال وجهها، خصك هنا تبحث على السبب. نعم. اولا خصنا نشوفوا لا كوز، واش كوز واش عندها مشكل ديال الكزيما، واش عندها مشكل ديال لا دي اس داك لا ديرميت سيبوري كيف عندها القشور هنا هنا. أيه. واش عندها مشكل ديال لا روزاسي الورديه. أيه. واش عندها مشكل ديال ما تتعاملش مع البشره ديالها، واش دير شي برودوي ولا شي حاجه تنشف لها الجلد ديالها. أيه. اذا الناس اللي عندهم هذا على حساب كل على حساب السبب تنتريتيو الاول السبب لا كوز، الفو تريتي اولا لا كوز شنو هو اللي تيدير لنا هاد النشوفيه وهاد المرض، وتنصحوا السيده بسميتو اولا ما تبقاش تغسل وجهها بزاف دو فوا باغ جور راه سي كافيه، جوج مرات في النهار راه كافيه. دير واحد 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 لو سافون سور غرا ولا واحد اللي تيكون تيرطب لها البشره ديالها، دير واحد لا كريم اللي تتكون غيش لهذوك لي زاسيد غار ما فيهم سيراميد ولا الجليسيرول باش البشره ديالها هادو مواد خاصهم يكونوا حاضرين في هذيك لا كريم اللي تدير. كان عندها التهاب في الوجه ديالها خصها تريتي ولا هذاك الالتهاب. كانت دير واحد لو ديماكيون اللي فيه اللي تينشف لابو خصنا نبدلوه ليها. اذا تنتعاملوا معاه تيكون واحد الاستجواب اللي تيكون مطول حتى تنعرفوا السبب وتنعطيو الادويه المناسبه. نعم. كاخصائي في الامراض الجلديه دكتور مرتقي، الدراسات والابحاث واش كتقول باللي الاكل تاعو عنده علاقه واش كاين مواد اللي كناكلوها كتنشف البشره ديالنا؟ مواد هو الا ما كانش واحد الاكل اللي متوازن وفيه لي فيتامين وفيه هاد لي زاسيد بالفعل البشره غادي تنشف. كتنشف. نعم. الحار الناس اللي كياخذوا الحار البشره ديالهم كتنشف او لا ما كاينش علاقه؟ ما كاينش دراسات اللي ستكون لا ما كاينش دراسات. نعم. غادي نمشيو هاد المره نتواصل مع المستمعين الكرام دائما وناخذوا معنا عبد الحق على الخط من تاونات. مرحبا بك عبد الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم وكل سنه وانتم بخير وانت بصحه وسلامه الله يعاونكم يا رب امين. مرحبا عبد الحق. الله يجازيك بخير. واحد الوليد عنده كيحك في النص التحتي ديالو بزاف يعني من أيه؟ عنده 8 سنين و 6 شهور. أيه؟ والوجيه ديالو هذا العام هذا نشف له بزاف يعني الا ما درتلوش الكريم في الصباح وفي العشيه
كيتشقق له لوجيه ديالو الدوره ديال الفم هكايا والخدود ديالو وخلاص هو عنده واحد المرض اغتغيت جيفينين كيستعمل كيستعمل واحد الشوكه أيه. الامبريل ديال 25 أيه. أيه. نعم أيه. وزعما غير وخلاص هذاك البيدياتر ديالو عطاه واحد السيرو ديال الحساسيه ولكن ما كي داك رغم ذلك كيحك كيبقى يحك في خداته وفي الشيطان ديالو حتى كيجرحهم. اسمح لي سي عبد الحق عنده شي حبيبات حمرين ورا الفخذ ديالو ورا الركبه ديالو ولا في الثنيه ديال يديه كاس عنقو؟ لا كيحك غير من انا قلت لك غير من غير نص التحتاني ما يدو ولا وجهه ولا ذاته الفوق ما كيحكهاش. لا البلاصه ديال الثنيات دوك الطيات اللي كيكونوا مثلا عندنا في المرافق ما عندوش الحبوب تما. ما عندوش. ومنين كيمشي للنساء بعد هذا منين كيمشي للبحر ما كيبقاش فيه الاثار ديال شي حاجه. نعم. ومن بعد تيجي من البحر تيرجع ليه يرجع ينشف ليه لحمه. كيجي واحد المده عاود ثاني كيرجع له. وعرفتي على شي طبيب ديال امراض الجلد شافوا شخص؟ لا كيشوفوا غير بيدياتر واخا انت دير لي الكريم مور طيبه هذاك الشيء تيولي مزيان ما تيبقاش يحك. لا لا الحكان كتبقى ولكن بحال المشوف هي ديال وجهه ما كتبقاش صباحا مساء خصو المهم واخا اسمح لي وقع لي هذا المشكل بدا تياخذ هذاك الدواء البراوات اللي تيدير ديال لاغتخيت جيفينيل ولا كان عنده قبل؟ لا ما كانش عنده دابا هو كياخذ ذاك الليبره هذه ثلاث سنين تقريبا هو هذا هو هذا داك المشوفيه يعني عاد بقات كتبان هذه بانت بزاف صافي واخا واخا عبد الحق شكرا جزيلا لك تواصلتي معنا من تاونات تفضل دكتور مرتضى. اذا هنا كما شرنا لي بان الاشياء كما شرت لي توتالور قلت لك بانه الاسباب ديال النشوفيه كاين تتكون عوامل بعض الادويه. اذا هاد لي زيمينوسيبريسور تيعطيونا هذا المشكل هذا ديال لاغتيت جيفينيل المومبراغال السميه ديال الدواء ديالو لاغتيت جيفينيل هاد لي زانجيكسيون تيديروا النشوفيه يعطيو هذا المشكل ديال الحك ويديروا هاد النشوفيه ولكن ما يقدرش نحبسوا ليه لان عنده هذا المرض ديال لاغتيت جيفينيل هنا خصو يحتاط خصو يحاول ما امكن يدراتي ليه لابو ديالو ياخذ واحد الكريمات اللي تكون صحيه ديال هاد الحكه راه شهر واحد القضيه كنت تيمشي للبحر تيولي مزيان تيبرا خصنا نعرفوا بانه راه بالفعل الشمس راه هذيك الساعه تيبرا ولكن بعد غيتاغرافا اذا حتى الجو الخارجي هو عنده دور في النشوفيه الا كان بحال في الجو البارد راه تينشف لابو الشمس حتى هي راه تتنشف غير واحد الوقيته تتوافق له من بعد تيرجع ينشف الجلد اكثر نعم اذا ما ياخذش راحته بزاف في البحر تحت في البحر أيه. وما امكن يحاول يدير الكريم ايدراتون وتيحاول يستعمل واحد البرودوي باش يغسل باش باش, باش يتم التنظيف ديال اللحم ديالو. نعم نستقبلوا معنا هذه المره غريبه على الخط من ناظور. صباح الخير غريبه. صباح النور كي داير اختي عفاف لاباس؟ الحمد لله مرحبا بك. الله يبارك فيك رمضان كريم عليكم وعلى الطاقم كامل. شكرا لك غريبه. شكرا اختي. شكرا دكتور على النصائح اللي كتعطينا شكرا بارك الله فيك. عندي مشكل في الوجه ديالي ناشف شي مرات كنحس به ناشف وشي مرات لا كنحس به عادي ومؤخرا وليت كنحس به ناشف بزاف وتكونت واحد الطبقه يعني واخا كندير الصابون وكنغسل وجهي وكنحاول ندير يعني نغسل هكا دائري يعني باش داك البقايا يتحيد والو يعني مؤخرا ما بقاش كيبغي يتحيد كاع ما عرفتش علاش. تيتقشر لك وجهك اختي ولا تيتقشر؟ لا ماشي كيتقشر غير واحد الطبقه خفيفه دابا ولات عندي ماشي كيتقشر. شنو الطبقه كيدير واش حمراء واش بيضاء ولا كيفاش الطبقه؟ هكاك حمراء شويه ماشي شي حموريه بزاف وملي كندير ليكخون يعني كتبان لي ملي كندير ليكخون يعني كيتمشى في الوجه وفي ذاك البلايص كيبقاو تما ما كيتمشاش ليا. تديري ليكخون ملائم ديال البشره الناشفه ولا شنو ليكخون؟ واه ملائم ديال البشره الناشفه يعني ماشي خرجوا لي الطبيب ولا شي حاجه. ماشي مشكل. فهمتي بحال هكا. والصابون باش ابخي ما كنستعمل والو يعني كنستعمل ليكخون صافي هو اللي كنستعمل. والصابون باش تغسلي شنو واش من صابون سيغ غرا ولا صابون ما عرفتش؟ العادي. صابون العادي. لا العادي المعروف. وي هو اللي كنستعمل وما كنغسلش وجهي بزاف بالصابون حيت كينشف ليا داك الشيء علاش كنتفاداها اغلبيه كنغسل غير بالماء بوحدو. ما عندكش القشور في حجبانك ورا ودنيك في شعرك؟ لا ما عنديش.
واخا اختي انا واخا غريبه. شكرا لك توصلتي معنا من الناظوره غريبه. العفو بارك الله فيك، نهاركم مبروك. علينا وعليك ان شاء الله يا اختي. السلامه. اذا كنصيحه للاخت غريبه، من الاحسن تاخذ ان صافون سيغرا، ما تاخذش صابون يدم يدم تيدم البشره ديالها. وقالت ما تدير والو لوجهها. من الاحسن هذه بحال الحاله ديال المستمعه اللي كانت تواصلت معنا من الداخله، اللي قالت بلي هي كتعامل النقاب وما كدير حتى شي حاجه لوجهها وجهها صافي، فسولت واش هذا الشيء غياثر عليها من بعد. بالفعل ضروري بضروري ما تستعمل الاخت واخا تدير النقاب، ضروري دير ليكرون ديالها ديال البشره ديالها على حسب النوع ديال البشره ديالها. وفي الليل ملي تدخل دير تغسل الوجه تنظف الوجه ديالها، دير اون كريم هيدغاتونت ولا دير اون كريم اونتي اج. هذه بالنسبه للسيده اللي في الداخل، دير اون كريم اونتي اج باش تحافظ على البشره ديالها. لان قد ما الانسان حافظ على ذاك الكابيتال ديال الخلايا ديالو، قد ما تيبانوش التجاعيد المبكره، قد ما تيكونش واحد المشكل ديال الجلد مع تقدم السن. بالنسبه للاخت غريبه ضروري انها دير كريم هيدراتونت للوجه ديالها، وضروري انها دير ليكرون الملائم والصابون، دير لو صابون سوغرا. الا بقى عندها المشكل تتعرض نفسها على الطبيب الاخصائي لامراض الجلد من الاحسن. نعم. يكون عندها مشكل اخر الورديه المعلومه اللي تكلمتي عليها دكتور المرتقي مهمه بزاف، لان كاين عند بزاف ديال الناس كتقول لك انا الوجه ديالي مزيان بلا ما كندير ليه حتى حاجه، ليكرون هي الاخرى ما كنديرهاش، وعجبني الحال. وبالعكس الناس مثلا كيسولوا شنو كديري لوجهك او لا، كاين حالات ديال النساء اللي بحال هكا. اذا قلتي مع المده هذاك الوجه اللي مزيان ما غيبقاش، عندك المخزون صافي مشى. بالفعل غدو اذا كانوا التجاعيد غيبانوا لها على 50 عام، غدوز واحد المده يبدا يبانوا بليطو على 40 يبانوا لها التجاعيد. لا السيده ضروري دير، واخا ضروري ديري كريم على حسب السن ديالها على حسب البشره ديالها، ديري كريم دو نوي اللي تمشي لها مع البشره ديالها. نعم. واش البشره الناشفه كتشرف دغيا دوك في المرتقي؟ بالفعل لا سيشخيص تؤدي الى التجاعيد مبكره. كيبان عليها العلامات ديال الكبر واخا تكون مازال صغيره. بالفعل علاش تشوف واحد تتقاوج يدهم داكشي ما عندوش التجاعيد، تلقى واحد لابو ديالو ناشفه تيبانوا التجاعيد مبكره. سن مبكره. اخر نصيحه بها نختموا لقائنا معك اليوم. اذا اخر كنصيحه، يجب الانسان انه يتعامل بذكاء مع البشره ديالو. يجب يكون واحد الاكل منظم، تكون واحد شرب الماء اللي يكون كافي للبشره للجسم ديالو. وحاول الماء كان الانسان تفادي بعض العادات الخاطئه، انه هو عنده البابو ناشف الجلد ديالو ناشف ويبقى يغسل بزاف، ولا يبقى في يدير الماء السخون بزاف تحت الماء السخون. لان الانسان اللي تيكون عنده لابو ناشف تيكون يحك وتلقى الراحه في تحت الماء السخون، وتبقى هو تيحيد ومن بعد تيخرج يقول واحد دقيقه جوج مزيان، ومن بعد تزيد تتفاقم عليه هذاك المشكل ديال الحكه ديالو. يجب التعامل بذكاء مع البشره ديال الانسان. اذا كانت البشره ناشفه الانسان خصو ما يدير واحد لو صابون اللي لائم البشره ديالو، وياخذ واحد لاكريم اللي تكون غنيه بليزاسيد غرا اسونسيال. وربما هذا الشيء خصو يكون عند الانسان عاده يوميه. بالفعل عاده يوميه. انه كيدهن مثلا كريم اللي هي ميد من الوجه ديالو، راه كانه بحال ماكله ما يمكنش يدهن ما فيها حتى حاجه. الانسان من يبغي ينعس يدير ان كريم ديالو. نعم. غنشكرك بزاف دكتور عبد الله مرتقي، طبيب متخصص في الامراض الجلديه الشعر والاظافر. شكرا جزيلا لكم، تلقاو على خير باذن الله. حنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم بالصحه والسلامه، بإذن الله غادي يكون موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحة والسلامة ديالكم. ما تنسوش غدا الموعد غادي يكون رفقة الدكتور مصطفى الودغيري اللي هو طبيب متخصص في الطب الباطني وطب المسنين، ومعاه غدا إن شاء الله غدا تكون حلقة خاصة على الأشخاص المسنين في شهر رمضان الكريم. ربما بزاف ديال الأمور خصنا نوقفوا عندها، بزاف ديال الأمور بالنسبة لهذه الفئة من الناس كي خصنا نتكلموا عليها، ومجموعة ديال النصائح اللي كتهمهم غتكون حاضرة معنا في الحلقة ديال غدا من برنامجكم صحة. السلام عليكم، أطيب أرق تحية من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون. شكرا لسعيدة عقال كانت معي هذا الصباح.